ريم ما بتحكي لي الغير يا يوئي مثلا انا ابو طيب، ما بتقول لي سيدي ولا بتقول لي، يعني احيانا بتقول ابوي، بتتكاتل هي وامها ميسه بتقول لها هذا ابوي، بتقول لها لا ابوي ابوي ابوي، فبتقول لها ميسه امها بتقول لها طب ابوي وابوك بترضي؟ بتقول اه برضى ابوي وابوك برضى. لكن طارق بيقول لي سيد ابو ضياء، كل يوم بيقول لي طششني، مش قادر اطششه قبل الحرب، قبل ما تنتهي الحرب. صحيح. نعم. فبخاف عليه، كل شوي يجي يهجم علي وينام في حضني. هم اول ما بيصحوا من النوم بيجوا يعني بيدحشوا حالهم بيني وبين الاواعي. نعم. من ملابسي، بيدحشوا حالهم دحش وبصيروا يضحكوا. اخر يوم كان لهم يا الله ما اجملهم، يا الله وكان الله عز وجل يرحب بهم. الله كانوا يضحكوا ضحك يعني وقرأوا وصلوا الصلوات، كانوا يصلوا. نعم. في لهم صورهم بيصلوا بقلدوك يعني كل شيء. الله ما اجملهم، كانوا بيصلوا. وفي يوم اخر يوم استشهدوا فيه كانوا بيضحكوا ضحك هستيري. نعم. وحتى يعني اكتشفنا الليله اللي فاتت انه محمد يعني ناموا في ابن في حضن ابن محمد، نام اللي هو طارق. فبقول له طارق لمحمد خاله محمد، بقول له يا خالي محمد انا شايف حاجه، حاجة حلوة فوق، إيش هي مش عارف. بقول له طيب أنا مش شايف إيش. قاعد يضحك وتمتم تمتمات ونام. بعدها بربع ساعة أو نص ساعة تقريبا أنا نمنا، صار الاستهزاء. يعني أنا أنا أطلب من الله رب العرش العظيم أنهم يستقبلوك بالجنة يا شيخ خالد. يا رب يا رب.